صباح الخير جميعا، انا اسمي الدكتور سيد محمد الابير عبد مقصود، زميل الكليه الملكيه من لندن نسا وتوليد. يسعدنا اتكلم معاكم في موضوع هام جدا، وهو وجود تكيس على المبايض مما يؤدي الى لخبطه في الدوره الشهريه، زائد وجود شعر في اماكن غير معتاد عليها الانسات والسيدات. هذا الموضوع بقى شائع جدا، وياما بيشتكي منه البنات ان في دور عندها ملخبطه، ان في شعر في جسمي يا دكتور سيد في كل مكان، انا متضايقه مش عارفه اتجاوب مع زمايلي في الجامعه وفي ثانوي او في المدرسه وكده. فعلاجه دايما النصيحه الذهبيه هنا انقاص الوزن. لخبطه الهرمونات بتيجي من الوزن الزياده، فوجود شعر زياده او لخبطه في الدوره ووزن زائد اهم حاجه عندنا ان احنا نعالج الموضوع ده بإنقاص الوزن عن طريق الدايت أو الإكسرسايز، ثم بنساعده بعلاج طبي بيظبط الهرمونات لمدة 6 شهور أو سنة. أحيانا نادرة جدا إن ده يفشل كل المحاولات دي كلها، فبنعمل حاجة اسمها منظار بطن، وبنيجي نعمل حاجة زي الليزر كده على المبيض في حاجة حوالي 5 دقايق لمبيض واحد فقط، بحيث المادة اللي هي بتطلع من المبيض بنقللها عن طريق الدايسيرمي اللي هو كي المبايض. والعمليه دي ليها محاذير وبتتعمل ليها جايد لاينز، والمحاذير دي ان هي مبيض واحد فقط لمده 4 ثواني في 4 اماكن ب 40 واط. وبكده يكون ناقشنا موضوع تكيس على المبايض.